بجهد خرافي وعطاء بحجم الوطن، من اللحظات الأولى لكل نهار جديد بينتشر نشام السير بكل الميادين وطرق المملكة، وبيكونوا على أهبة الاستعداد. يسيطر على ملامحهم الإخلاص لوطنهم ولواجبهم، ليقدموا خدمة مرورية مثلى. مسؤوليتهم مش بس حركة المرور، كمان إنسانية، وفي بعض الأوقات إغاثية إذا استدعت الحاجة. بيقدموا العون لكل إنسان انقطعت فيه السبل أو تعطلت مركبته، مثل خلية نحل دؤوبة وماكينة بشرية بتواصل الليل بالنهار، ليسيروا حركة المرور وانسيابيتها بدون ملل أو تعب. باختصار، وين ما سألنا عن الشهامة بيكون لنشام الأمن العام أكبر نصيب. نمر 7-2 لنمر، أين الآن باتجاه نفق الاستقلال؟ أمن 911. الجريمة الإلكترونية برزت مع التطور الكبير والهائل اللي بيشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، واللي خلت الأفراد والمؤسسات عرضة ليوقعوا كضحايا للجرائم الإلكترونية. لهيك الأمن العام كان بالمرصاد وأسس وحدة متخصصة للتعامل مع هالنوع من القضايا باسم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، واللي بيعمل فيها كوادر مؤهلة وإلها خبرة كبيرة بمجال التكنولوجيا. اليوم رح نستعرض قضية سيدة تعرضت للابتزاز من خلال تاجر بيشتغل مع صفحة وهمية على وحدة من وسائل التواصل الاجتماعي. أول ما وصلت السيدة لإدارة البحث الجنائي، تم استقبالها وتحويلها لوحدة الجرائم الإلكترونية، وهناك استقبلها ضابط التحقيق اللي بتمتع بخبرة كبيرة وبدأ يسمع تفاصيل الشكوى. الله يعطيك العافية. شو صار معك؟ هلا أنا كنت عم بتصفح صفحة على الفيسبوك، كنت عم بدور على منتج حابة إني أشتريه، تمام، ولقيت صفحة عارضة هذا المنتج اللي أنا كنت عم بدور عليه من فترة بسعر قليل، يعني أقل من أسعار السوق الطبيعية. تمام. تواصلت مع هذا الشخص فخبرني إنه المنتج متوفر، يعني ما بده تفصيل ولا بده تركيب، هو جاهز للتسليم. تمام. طلب مني إنه أنا أدفع له دفعة، وأخذت منه هذا المنتج وحولت له إياه عن طريق المحفظة الإلكترونية عن طريق حساب البنكي، واستلم المبلغ على أساس من 3 أسابيع بده يوصل لي المنتج. لحد الآن ما وصل لي إياه، وبعد كل هذا الوقت صار في ابتزاز إنه إذا أنت بدك تستلمي البضاعة تعالي أنت خديها. طبعاً أنا صرت بأي طريقة بدي أستلم البضاعة، إنه باجي أنا باخذها، أنا مسامحتك بالمبلغ إلى آخره. صار يبتزني إنه ما في مشكلة، تعالي المساء، أنا من هون للمساء بسلمك البضاعة. طبعاً حضرتك يعني كيف أنا بدي أروح أستلم البضاعة وأنا بيت لحالي بالليل؟ المحادثات معك موجودة على حسابك لازالت؟ نعم. عندك رقم التواصل مع الشخص؟ رقم التواصل، عندي الفيديو، ها السيديات الصوت، وعندي الرسائل كاملة. اسم الموقع متوفر معك؟ راسلتي من حسابك الشخصي؟ نعم. ليش قلت المبلغ اللي حولتيه؟ 375 دينار. رقم المحفظة معك؟ نعم. الصورة الموجودة صورة وهمية على الحساب؟ صحيح. تفضل ستي، اسمك هون، توقيعك. احنا الآن حددنا المعلومات كاملة، استنى ستي منا اتصال عشان نحدد الشخص إن شاء الله ونحيله للقضاء. يعطيك ألف عافية. ومباشرة بعد ما طمأنها وغادرت الوحدة، اتشكل فريق تحقيقي ليتابع القضية. الفريق تمكن بسرعة واحترافية عالية من تحديد الموقع اللي بتواجد فيه الشخص المتورط. مسؤول الدورية اتواصل معاه وطلب منه يراجع المركز، لكن بدأ المشتبه فيه يتهرب ويراوغ بالكلام. ليش تراجعين عدالة البحث الجنائي؟
وين؟ بالعبدلي. بالنسبة؟ بس تيجي بسولفك. حياك الله. شو المشكلة سيدي؟ تفضل. بس تيجي بسولفك يا هندك، تسولف على التلفون يعني؟ مش غلط إذا في شيء، مشان بقدر أسوي. لا بس تيجي أنا بس تيجي أنا بفهمك، موضوع بسيط، بس إذا أنت ما جيت أنت بتعقده على حالك. مباشرة تم تحديد موقعه بدقة. هوياتك شباب، فين هوياتكم؟ هويتك حضرتك لازم أي بحث الجنائي. فين هويتك؟ أنا ما عيش الله. هوياتكم؟ ما معي هوية. هات هويتك؟ ما معي هوية. اضبط الشخص فتشه. هات التلفون. وتم ضبطه لينال عقوبته القانونية. مديرية الأمن العام دائماً بتهيب بالمواطنين الوعي والانتباه والحذر لما يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، وما يكونوا ضحايا للجرائم الإلكترونية، وما يترددوا أبداً بالتواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية والإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة ليحموا أنفسهم ومجتمعهم من هالنوع من الجرائم.